صباح الخير. أجيب لك القهوة يا أستاذة؟ لا، فين البوستة؟ البوستة قدام سعادتك. بس؟ أيوة يا رجب، عندك بوستة تانية؟ طيب، هبعت لك عم جابر ياخدها. شكراً. تتصوري ما جاتش برضو النهاردة؟ تقصدي الأستاذة هان؟ وبعدين انا التحقيق بتاعي كده ما بقالوش اي لازمه، القضيه بردت، طبيخ بقى باين. يا بنتي ما هي مكلفه الاستاذه انيسه مكانها وهي غايبه. ما بعرفش اتفاهم معاها، انا مش عارفه هي ليه بقت بتغيب كده، هي رجعت تسافر تاني ولا تفتكري فتحوا التحقيق في قضيه جوزها؟ بتتكلمي عن مين يا سعديه؟ يا جماعه مدام هند وصلت. ده يبقى مات، يبقى التحقيق ده الله يرحمه. اكتبي غيره. امري لله. خير فيه؟ هيبان. ظهر الحاله دي؟ كل شيء يتوقف على ده. وضحي لي انا مش فاهم حاجه. الو، ممكن اكلم سيادة الوزير؟ هند علم. ده بخصوص المرحوم؟ بخصوص كل حاجه. الو، اي فندم، انا هند علام، معايا اوراق مهمه جدا عايزه حضرتك تشوفها. ايوه يا فندم. طيب حاضر حاضر، انا جايه لحضرتك على طول. شكرا. مش وقت مخالف، انا مستعجله. ثانيه واحده استنى، من العربيه تخلص او ايه؟ خلاص خلاص. ده صوت ضرب نار، شكلهم بيطاردوا حد. الو، ايوه هانم، انا سالم. ست عبله؟ لا لسه ما رجعتش من الجامعه. خلي مسعد يروح يجيبها وهو راجع يستلم التورته، وروح بص على المطبخ يا سالم وانا جاي على طول. ادخل. رئيس التحرير رفض. رفض ايه؟ ان موضوع نائب المخدرات تنزل تكملته. ايوه يا استاذه هند، انا ما قلتش حاجه، بس ايه رايك ان احنا نأجل النشر لحد ما يرفعوا عنه الحصانة؟ لو سكتنا مش هيرفعوا عنه الحصانة، وهيلاقي وقت يدلس عشان يلم الموضوع. وبعدين دي ناس احنا اثبتنا انها لها قضايا مخدرات، يبقى مش من حق المجلس انه يزعل، لان الحقيقة بقت واضحة زي الشمس. وبعدين دي مش اول مرة،
فاكر حضرتك نواب الكيف اللي اتشالوا قبل كده؟ ايوه يا ستي فاكر فاكر، بس يعني يمكن احتمال يعني يكون المرة دي في لبس في موضوع ابو دومة ده. مفيش اي لبس يا منعم بيه، انا عارف حقيقته كويس. فاكر موضوع الدوئة؟ الراجل اللي كان بيشغل الاطفال عشان يوزعوا المخدرات على زباينه؟ ايه ده؟ السيد النائب سيد ابو دومة. هو سيد ابو دومة؟ هو سيد ابو دومة ده؟ ايوه، وحستشهد بالتحقيق القديم، ولو سيادتك قلقان انا هتحمل المسؤولية، ولو ثبت اي خطأ في كلامي هستقيل عشان ارفع الحرج عن الجرنان. ايوه يا هند، بس انا اتهريت تليفونات واتصالات. لاحظي برضو ان الناس دي لسه ليها علاقة بالسلطة، والصحافة برضو سلطة لازم تحترم، واولى باهلها انهم يحترموها، مش كده ولا ايه يا منعم بيه؟ ها حضرتك قلت ايه؟ هقول ايه؟ هقول ايه؟ ربنا يستر ربنا يستر. هي دي عادتك ولا هتشتريها؟ عملتي ايه عنده يا هند؟ طمنيني. كنت عارفه ان سعيد موجود عنده جوه، ما قلتليش. يا هند انا خايفه عليكي وعايزاكي تخلصي. مش هند اللي تخاف عليها من مساومه حقيره زي دي يا انيسه. يا خالد يا خالد، دي قضيه كبيره وممكن كلنا نروح في 60 داهيه. الو، ايه في انا مستشفى؟ خير يا هند؟ في ايه؟ هبل يا مستشفى، قالوا لي في اوضه العمليات. هي فين بالظبط؟ صافي فين يا صافي؟ حصل ايه؟ خلوني بقول لك خلاص. ايه هي مش كانت معاكي؟ انا كنت بتوصل ومتهوره زي كده بالظبط. اللي سابها في الراس اللي خبط العمليه من قدام يطلع حياتها. يعني ايه؟ طمني يا هند، انا جايب معايا دكتور مقصن وهطمنك اهو. قول لي يا دكتور، احكي لي الاصابه اللي في الراس دي. الاصابه في الراس فعلا ومش بسيطه، وفي فريق عمل دلوقتي بيتعامل مع الاصابه ومعاهم جراح كبير. اصابه في المخ؟ يعني عمله هتموت؟ يعني عمله هتموت؟ دكتور حسين الحقني يا دكتور. ما تقلقيش خالص يا هند، لو الحاله محتاجه تسافر بره هسفرها بطياره خاصه في اي وقت. يعني الحاله خطر للدرجه دي؟ انا بقول لك الكلام ده عشان اطمنك. احسان بيه دكتور كبير وكلامه لازم يطمنك. هو اطلع على الحاله وقال انها مش خطيره. انا صحيتك من النوم يا حبيبتي؟ طب معلش يا روحي. الله، ده انت عرفتي بقى. اكيد ناجي هو اللي قال لك طبعا. لا 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 يا حبيبتي، لا 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 خالص، خليك انت مستريح. ناجي هو اللي هيجي ياخدني من المطار ان شاء الله. بقول لك ايه، طمنيني على اخباركم، انتوا كويسين؟ طب الحمد لله. امال ليه بقالك فتره بتتهربي مني وما ترديش على تليفوناتي؟ اوعي يا هند تكوني بتخبي عني حاجه، اوعي. طب يا حبيبتي بوسيلي عامله كتير، وبوسيلي الست الجميله الحلوه اللي انا بحبها وبموت فيها قوي قوي، واللي اول حرف من اسمها هند. ها ده باينه شوقي وصل اهو. هادم الملاذات ومفرق الجماعات يا ستي. مع السلامة حبيبتي، مع السلامة. اتفضل يا سي شوقي. ها برافو باسم كويس قوي. يلا بينا. جبت تذاكر الأولد فيك؟ بمعجزة ليا والمريان. مريان؟ أيوه دي لابسة وجاهزة ولابدة تحت من بدري. بونسوار عليكم. هو مستر ويلي رئيس جمعية الحرية والسلام. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أنا عارف إن أنا هأخركم عن المسرح، مريان قالت لي تحت. إحنا فعلا كده هنتأخر. أنا بستسمح مستر شوقي في اللقاء معاك لمدة 5 دقايق بس. طبعا طبعا مفيش أي مانع، أنا مستني تحت. بس من فضلك 5 دقايق بس يا بروف. اوكي. والا كده هتضيع علينا التذاكر والسهره. لا ما تقلقش. اوكي اوكي. ناجي عايز وصل؟ سبته في البيت؟ طبعا ما عرفش، والا كان جه معاك. عز ما وصلش اصلا. هي الطياره اتاخرت؟ جاش والطيارة ما اتأخرتش؟ يعني راح
راح زي نظر بنته. الاثنين 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 الاثنين. سلماوي مين؟ لا البيه لسه ما نزلش، لما يصحى نقول له سلماوي. طيب الله يخرب بيتك سلماوي بيه اهو نازل اهو. ولاش عرفني يعني. الو اهلا يا باشا. اهلا وسهلا، انت بتكلم من البلد سيادتك؟ ايه عز؟ عز مين؟ الدكتور عز؟ ازاي ده؟ عرفته امتى؟ طب ده كلام من امبارح واحنا ما نعرفش. لا حول ولا قوه الا بالله. مين اللي مات يا عبد؟ معقول اخوه كمان ما يعرفش؟ طب على العموم انا نازل مصر، هعدي على شفيق قبلها وبلغه. والجثمان يوصل امتى من بره؟ طيب الله يبقى حياتك، نتقابل هناك. سلام عليكم. يو وجثمان كمان من بره؟ ما تقولي يا عبد القادر مين اللي مات؟ عز قادري. عز مين؟ جوز هند؟ مصيبة، اخوه ما يعرفش ومش لاقينه عشان يبلغوه. بلاش كلام فاضي، عز ده اللي مات. ده تلاقي حد غلس يا عبد وبيهزر معاه. حد بيهزر ايه؟ اللي بيكلمني ده سلماوي بيه نايب الدايرة، وهو اللي بيبلغني بنفسه. يعني عز الدين كامل مات؟ السور ده ايوه، وتخش بيه على السور ده. ايوه وتهده. ايوه بس بسرعه، ها احسن حد منهم يجي ويغتت علينا. يعني اني اطلع سور؟ بسم الله عليك. ما اخش في السور دغري. عظيم. طب ما هو كده يتهد. ما انت هتخش فيه ليه؟ عشان يتهد. عشان يتهد؟ ايوه عشان يتهد. بقول لك ايه، ما تستهبلش معايا، خش اركب وخش على الصور. طب بس استعيد. يلا ها عشان يتهد. عشان يتهد. ات ات ايوه كده حلو. يا يا واقف يا واقف يخرب بيتك. الله فيها يا شيخ راغي. بدل ما تخش في السور كنت هتخش فيا. بجد؟ ايوه عاوز تموتني. هلا اني يا شيخ راغي، ده انت حبيبي. غيرش بس البتاع دي فلت من يدي. معلش. طب اتنيل على عينك واتعدل وخش على السور مش علي. اتعدل واخش؟ اخش فين بقى؟ في السوق. بقول لك ايه، قسما عظما لو ما خشيتش في السور هقول للست قدريه تطيد عشتك. لا قدريه المفتريه، لا السور ارحى. بسم الله. خلص ادعي خش. ايه بقى في ايه؟ منه في ايه؟ عطل اصله وابور غتت يا شيخ راغي. هو اللي غتت ولا غفير؟ اب واغتص وهات لي سواق الوابور ده وهاته من قفاه. فرير ماشي يا ابن سعده. انا بشحطه كامل يا شيخ راغي، واديني سايبه لك وماشي اهو. خش انت بقى براحتك وريني شطارتك. كده يجي يخش فيك وابور لما يحشك. هاتف دعاني وقال لي رغوبه حبيبك غرقان في شبر ميه. ايه يا راغب يا حبيبي، انت تعرفش تعمل حاجه من غير ابدا؟ ابعد عن وش السعاد يا حاف. يابا سيب لي بس 5 دقايق وانا هخلي لك السور ده كوم تراب. بقول لك ايه، ابعد انت عن الموضوع ده، خليك في نفسك. ايوه شيحه من العيله واهبل، انما انت يابا هنهد ونخلع ويبقى شيحه اللي عملها. وتيتيت تيتيت مش عارف هو اتاخر كده ليه يا رؤوف.
المفروض كان يجي عشان يقول على ميعاد الوزاره بكره امتى. ما تقلقش يا خلف زمنه جاي. مالك يا احمد في ايه؟ تعال اقعد. هقعد ايه؟ قوم انت قوم الحق سورك يا عم يا بنا. سوري؟ سوري ايه انت هتتاسف؟ سور المزرعه المأذون هيطلقكم منها يا خلف. مأذون الهدد اللي شبه عزرائيل. وقف العبور ده يا حامد. قول له يوقف العبور ده عشان خلاص بنتفاهم الاول. لا مؤاخذه خلف يا اخويا، انا فاهم ان انتوا متفاهمين وعارفين كل حاجه. انا عبد المأمور. فاهمين على ايه يا حامد؟ اخوانا ده طلب الهانم. اي والله مسكين مسكين يا راغب يا اخويا يا حبيبي، انت ما تقدرش تعملها منك لنفسك. امال؟ سامحني يا خلف، سامحني يا اخويا. اهو راغب عندكم اهو، اتفاهموا معاه. ولا اقول لك اتفاهموا مع الست احسن. سلام عليكم، ربنا يهدي سرها. مفيش تفاهم على حاجه، دي ارض ناس يا حبيبي، ده ورث ملك اصحابه. ها خلاص المغه خلصت خلاص. يعني ايه يا شيخ راغب؟ انتوا جايين عشان تاخدوا حته الارض؟ لا، البلد كلها تشهد ان المرحوم اتبرع لنا بالحته دي. اللي يشهد يشهد يا حبيبي. معاك ورق يثبت ده؟ هات ورهن. لا انت تيجي ويانا للست هانم ونسالها. يا ابني انا ما جيتش كده من نفسي. ايه ما قلنا لكم ده طلب الهانم. الهانم؟ هند هانم مراته؟ ايوه هند هانم مراته. قالت له روح يا راغب هد السور على دماغهم، بلاش اونطه بقى. في ايه خلف؟ الشيخ راغب جاي يقول ان الهانم طلبت منهم يهدوا السور وياخدوا حته الارض مننا. يعني ايه الكلام ده يا شيخ راغب؟ معلش أنا آسف، غلط، كان لازم أجيلك أستأذن منك يا بنت جبر السمنودي. يلا يا خلف يلا نقابلها بسرعة. مش هتقابلكم، هي غتاتي تباتي، ما سبق رحتوا هناك ورفضت تقابلكم. حصل ولا ما حصلش يا بنت قبر؟ شوقي أبو حجر؟ أيوه أعرفه. هو اتصل بيكي ليه؟ عايزاك تجيب لي نمرة الراجل ده ضروري. لا ما تكلموش انت، هو كلمني انا، انا لازم اكلمه. طيب مع السلامه. تعالى يا حبيبتي. تعالى يا ست هاني. البنيه مصره تقابلك المره دي. بنيه مين يا مساعده؟ اللي جت تعزيكي مع الجدعان. خليها تيجي يا ماما. طيب خليها تتفضل. حاضر. هو حضرتك كنت بتكلمي مين؟ لا ده عمك ناجي، كنت عايزاه يطلب احسان عشان مش عارفه اتصل بيه. اتفضل. البقاء لله يا أستاذة. ونعم بالله. أنا علي من ضمن المجموعة اللي المرحوم اداهم حتة أرض عشان يعملوا عليها المشروع. خير يا علي؟ كنا جايين امبارح عشان نزور حضرتك وللأسف ما عرفناش نقابلك. معلش أصل كنت تعبانة شوية. تفضلي اقعدي علي. ما قدرين الظروف، بس الوقت جاي أسأل حضرتك في شيء وسامحيني. في إيه؟ قولي اتكلمي. حضرتك قلت للعمدة ياخد مننا حتة الأرض، وقلت السور اللي كنا بانينه للمزرعة يتهد. وقف انت وهو، وقف. ايه اللي انت بتعمله ده يا شيخ راغب؟ ست الكل، البقية في حياتك يا هند هانم. مين اللي قال عن لساني يتهد السور وتتخذ الارض منهم؟ رد يا شيخ راغب. انا يعني الحقيقة ما بعملش حاجة من نفسي كده، ده كلامك كبير، كبير البلد عمدتها عبد قادر بيه. يا شيخ كلام عمدتكم كبير. طب قول بقى لعمدتكم الكبير ها ان ده شيء ما يخصوش وما يتدخلش فيه. المهم لما تتقابلوا وتتفاهموا. على العموم احنا عملنا حاجه، هدينا السور. السور ده هيتبني تاني يا شيخ راغب. احنا اللي هنبني السور يا استاذ. لا اللي هدوه هم اللي هيبنوه. قول لعبد القادر ان انا هاجي بكره اشوف السور مبني. واضح كلامي؟ اهلا يا هند. اهلا يا دكتور. ايه مالك فيه؟ كابوس مش قادر استحمله. كابوس ايه بس؟ انت عارف
وشفيق عارف وكلكم عارفين. خلينا في عبلة دلوقتي بعدين نتكلم. عبلة هنا وحجزوا لها جناح. قالوا لي ايه مالها تعبت؟ من فضلك يا دكتور انت لازم تقنعها ان احنا لازم نسافر عشان نعمل لها تحاليل. حاضر يا ستي مفيش اي مشكلة، انا فعلا كنت ناوي اعمل فحوص جديدة. لو سمحت يا دكتور انا عايز اتكلم معاك شوية. اتفضلي. ها يا ستي تحت امرك. وريني التقرير لو سمحت. خالد زميلك معاه صوره منه والاصل مع شفيق عشان لازم يسلمه المسؤولين. في ايه التقرير ده يا دكتور؟ في الحقيقه مش محدد حاجه لان التحقيق لسه مخلص، بس بيشير لشبهه جنائيه ده لغايه الحياه ما تنتهي. والمفروض بقى ان احنا نستنى الانجليز لحد ما يقولوا او ما يقولوش زي ما حصل مع غيره والحقيقه تنتهي ودم عز يضيع وحقه. انا مش هسمح بده انت، بس لازم نستنى عليهم شويه. انا مش هستنى، انا هسافر يا دكتور. هتسافر تعمل ايه؟ هناك هعرف الحقيقه. انا عندي خيوط كتير، مثلا شوقي ابو حجر اتصل بيا اكيد عنده معلومات كتير عايز يقولها لي. خلينا بقى نتكلم بالعقل شويه ومفيش داعي ناخد قرارات متسرعه. عقل؟ عقل ايه يا دكتور؟ اللي حصل ده قمه الجنون. مين يصدق ان عز يموت بالطريقه دي وكلنا قاعدين نتفرج؟ خلاص يا انت خلاص، هنسافر وهسافر معاكي على طول. رتب لي سفر عبله من غير ما تقولها وانا جاهزه من دلوقتي. الو ايوه حرم عز. الحمد لله على السلامه يا هانم. الله يسلمك. حضرتك كلمتني اكتر من مره في مصر. لا مش هينفع نتكلم هنا، لازم نتقابل. نتقابل امتى وفين يا استاذ شوقي؟ ايوه ايوه انا موصلك. صح كمل كمل بس ما تحددش معاك دلوقتي. اوكي يا هانم، انا هتصل بحضرتك قبل ما اجي لك بكره الصبح. الحمد لله على السلامه يا هانم. الف حمد لله على السلامه. ايه لسه مكتئب ولا ايه يا شوقي؟ كانت صداقة حقيقية صح؟ انتوا فاكرين ان عندي أي حاجة؟ هما مين؟ اللي انت بعتهم قبل كده؟ وما اديتهمش ليه اللي هما عايزينه يا شوقي؟ أنا ما عنديش أي حاجة عشان اديها لهم. سره كان كله معاك يا شوقي وده معناه يا صاحبي ملوش معنى. كون ان اعرف عن صاحبي اللي محدش يعرفه غيري ده مش معناه اللي انتوا عايزينه يبقى عندي. عز ما سابش. اهدى اهدى، انت فاكرهم ايه؟ هيقتلوك ولا هيحرقوا لك البازار اللي انت فيه؟ ولا مثلا هيقتلوا بنتك اللي في فيكتوريا كوليدج؟ ايه مثلا؟ دي ناس محترمه يا شوقي، جهات ليها اعتبار. بالمناسبه انت غبي لانك مش عايز تفهم الحكايه، لانك لو فهمت الحكايه هتعرف، ولو عرفت هتفهم مصلحتك فين بالظبط. مصلحتي؟ مصلحتي ازاي بقى؟ عايز تعرف مصلحتك يا شوقي ولا بتردد زي البغبغان وبس؟ انا عايزكوا تصدقوني وبس. شوف يا شوقي، انا هقولك على عز اللي انت ما تعرفوش عنه واللي ساب لك الاوراق اللي احنا ما لقيناهاش في الاوتيل. ما سابليش حاجه، وانه اخطر من الخطوره، اخطر من بن لادن نفسه، بس خدعك بمظهره الزائف وبشكل عبقري. في النهايه انا ماليش علاقه بده كله. ليك يا شوقي وليك مصلحة. بدل التماثيل المتقلدة دي والبازار اللي ما يجيبش على بعضه كده مليون دولار، قدامك فرصة للحياة. اسمع يا شوقي، ادي للشغالين اللي عندك دول اجازة، يلا طلعهم ميعادهم جه ويخليهم يقفلوا الباب عشان نعرف نتكلم مع بعض شوية. استاذ هند الباقي في حياتك. حياتك الباقي. ازيك يا استاذ شوقي؟ الحمد لله. تشربي يا استاذ؟ نسكافيه. تو نسكافيه بليز. انا متاسف قوي اني اتاخرت عليك في اللقاء ده، بس الحقيقه هي كانت ظروف الشغل. بصراحه انا اندهشت اني جيت لندن بعد الظروف دي على طول. عبله بنتي فاكرها مش كده؟ طبعا، اخر مره شفتها كان من 9 سنين. اكيد دلوقتي بقت مدمزيل. هي هنا في المستشفى. ايه مستشفى؟ يا ساتر، عندها ايه كفالة الشر؟ خلينا نتكلم في اللي انا جاي عشانه احسن.
أنا من يوم ما وصلت لندن وأنا تعرضت لإحباط شديد جداً وعمليات نصب وتضليل يا أستاذ شامل. لكن بالرغم من كل ده أنا مصر أعرف إيه اللي حصل ومين اللي وراه، ورهاني كله عليك دلوقتي اللي هسمعه منك يا أستاذ شامل. مني أنا؟ أنا عارفة أنك أنت ما بتسيبش عز من أول ما بيوصل لحد ما يسافر. أكيد أنت شفته المرة دي وعارف حاجة عن اللي حصل. المرة دي للأسف لا، ما شفتوش. المرة دي للأسف لا، ما شفتوش. هو الحقيقة اتصل بي أول ما جه، وكل ما كنت أرتب علشان أقابله كان بتحصل ظروف في الشغل. إيه يا أستاذة؟ شايفك اتضايقتي. يعني أنت كل اللي تعرفه إنه وصل لندن وبس، وسمعت الخبر زي غيري. أستاذ شوقي، حضرتك اتصلت بي في مصر أكتر من مرة وبإلحاح، وده كان بعد موت عز على طول. ده حصل ولا أنا كان بيتهيألي؟ لا حصل طبعا، اتصلت كتير. طب ليه؟ ما أنا ما تعرفش حاجة. أستاذة هند، أنا كنت في حالة فظيعة جدا، كنت محتاجة أعبر عن حزني وألمي وتأثري ده بأي شكل، علشان كده كنت عايز أتكلم معاكي وبإلحاح. كنت عايز أعزيكي وواسيكي وأعبرك عن صدمتي في المصاب الفظيع المفاجئ ده، ولو كانت ظروفي ساعتها تسمح إن أنا كنت أنزل لك مصر كنت نزلت لك. إيه يا أستاذة؟ أستاذ شوقي، لآخر مرة بسألك، أنت ما شفتش عز المرة دي؟ ما قابلتوش أبدا؟ وأنا لو كنت شفته هنكر ليه يا أستاذة هند؟ ده أنا ما ندمتش على شيء في حياتي قد ندم على إني ما شفتوش المرة دي. متشكر. على فكرة المدام كانت عايزة تعزمك على الغدا بكرة. أسفة، مشغولة مع بنتي. طب ممكن أقدم أي خدمة بخصوص موضوع عبلة؟ أستاذة هند، هي عبلة في أنهي مستشفى؟ خير؟ مش خير، تعالى مش عايزين نشوفنا مع بعض. شكلكم اتخانقتوا مع بعض. أسوأ، تعالى نشوف تاكسي. بعدين نطلع بقى خلاص. هنروح على فين؟ هشوف الكذاب المخمور. طب أفهم قال إيه؟ قال إيه ما شافوش. المرة دي بالذات؟ كل مرة بيشوفوه المرة دي بالذات ما شافوش. هما كان بيتصل بيكي في مصر عشان يعبر عن مشاعره النبيلة. يا سلام، أنتِ حاسة إنه بيكذب؟ حاسة إنه مخبي حاجات كتير قوي. خد الفلوس دي. أنا معايا وجهزها. إديها للراجل عشان يتكلم ويقول الحقيقة. يلا. Hello, my friend. Here's the money you want. Why? So that you can say the truth. I told you the truth. I did. I'm not a liar. Our man was not killed by thieves, and you know it. So no. Please say. I told you what I saw. I do not lie. Yalla, Khalid. مش فاهم. لا فاهم وعارف كويس انك كذبت عليا. عايز اعرف بقى كذبت عليا ليه. انا كذبت عليكي؟ ايوه، الملحق في السفاره قال لي على كل اللي انت قلته اثناء ما كانوا بيصفروا الجثمان، ومستعد يجي وجهك، بس انا مش محتاجاه لانك مش هتجرؤ تكذب. قول لي بقى ليه كذبت عليا يا استاذ شوقي؟ ممكن نحدد ميعاد ونتقابل بكره؟ لا، هتقول لي دلوقتي. وليه احكي لك عن حاجات تألمك وانت مش ناقصه وانا شخصيا مش قادر على استرجاعها؟ يعني كنت معاه يا استاذ شوقي؟ ايوه كنت معاه من اول ما وصل. وايه اللي حصل؟ اللي اعرفه مش هيجاوب على اللي في بالك. مش هتقدري تعرفي ازاي وليه. عز مات وخد سره معاه، بس اللي اعرفه انه مات بجرعه مخدره عاليه جدا. وجت منين بقى يا استاذ شوقي؟ وهو حد قال انه كان مدمن لا سمح الله، وهم عرفوا في المستشفى انه ملوش علاقه بالمخدرات، وان حد حقنه بحقنه مخدره ورماها في الشارع. طب خلينا حضرتك في اللي حصل ليله ما كان معاك في المسرح. ليلتها جيت خدته من الاوتيل لاننا كنا حاجزين في المسرح، واحنا خارجين من المسرح فجاه لقيته توتر جامد قوي مره واحده. من ايه؟ عزي ما يتوترش كده بسهولة من غير سبب. كان فيه سبب، شاف حد ما كانش متوقعه
وحصل بينهم صدام عنيف جدا. صدام عنيف؟ مين اللي ممكن يتصدم بعز وهو جاي في مؤتمر علمي؟ كل علاقته بالناس ابحاثه وآراءه. ازاي؟ دي مش أول مرة يجي فيها مؤتمر علمي. لا لا لا، ما كانش له علاقة بالموضوع. كانت واحدة، ويمكن تكون هي لها علاقة بكل اللي حصل، ويمكن تكون كمان هي اللي لها علاقة بموته. واحدة ورا موته؟ يا سلام. ايه، كان له بقى علاقة بيها قديمة ولا كان بيتخانق عليها مع واحد تاني زي ما بتشوف في الأفلام؟ كانت مراته يا هنا. أستاذة هند، من فضلك نمشي من هنا دلوقتي حالا. لا يا خالد، أستاذ شوقي أكيد بيتكلم عن حد تاني غير عز. لا، بتكلم عن عز. كان متجوز من فترة، وكان بينه وبينها خلافات من مدة طويلة. بتكذب ليه يا خسيس؟ بتكذب لحساب مين؟ كل ده تلفيق مقصود. أنا قلت نمشي من هنا وننسى الكلام معاه. مش همشي قبل ما أعرف أساس الكذبة الحقيرة دي إيه؟ ماشي. اتفضلي يا هند، دي وثيقة الزواج المدني بتاعته. هات. واضمن منين انه مش متلفق زي كل كلامك اللي لفقته قبل كده؟ ولفق ليه يا هند؟ هي بصراحة مش واثقة في حضرتك يا أستاذ شوقي بعد ما كدبت عليها أول مرة. ده عنوانها لو حضرتك عايز تتأكدي. ودي صور، مش دي برضه صور الراجل ومراته؟ أنا عايزة أتأكد من الوثيقة دي. ما تصدقيش أنت، ده أكيد كلام فارغ. ما هو لازم أتأكد. هتتأكدي إزاي يعني؟ اسمعيني لما أقول لك. من فضلك يا دكتور. خلاص نروح للمحامي بتاعك. يعني ممكن المحامي يتأكد من الوثيقة دي يا دكتور؟ أنا ما عنديش أي ثقة في شوقي يا محامي. فضلك يا خالد، ممكن يا دكتور يتأكد من الوثيقة دي؟ ممكن. مستحيل تخلي موضوع زي ده يدمرك، لانه هيدمر عبله معاكي حتى لو كرهتيه يا ستي. مش هتقدري تعلني ده ابدا قدام عبله. لازم تخلدي ذكراها وتكبريه دايما قدامها. انت مش حاسس بيا، مش حاسس بالنار اللي جوايا. انا ما كانش في اي حاجه في الدنيا ممكن تاثر على علاقتي بيه. ما كانش ممكن الزمن يغير من احساسي ناحيته حتى بعد موته. ازاي بتطلب مني دلوقتي ان اقبل خيانته ليا؟ ازاي؟ ازاي؟ خلاص نبقى نتكلم بعدين. لا مش قادره دلوقتي. طيب تحب تبقى تيجي تعاين المنطقه بنفسك يا مستر ديفيد؟ مش من مصلحتك، هيلاقيها خربانه. ما تخليك محضر خير. مساء الخير يا جماعه. اتفضل اتفضل اتفضل. هاي ديفيد، انا اسف اتاخرت عليك، كنت في المطار. عارف. الله، هو انت كده عارف كل حاجه على طول كده؟ تحب يا عبد القادر يقول لك اسم المرحومه ايه؟ مستر عبد القادر كان بيقول نقوم نشوف المنطقه، وانا بقول مفيش داعي خلاص، لان كل شيء تم دراسته وبالتفصيل. إذا كان كده بقى نتكلم في المشروع على طول. كل شيء هيكون بخطوات،
بكره هنعلن في الجرايد عن المنحه اللي مقدمها المؤسسه اللي انا مندوبها هنا في مصر. ونمره 2 هنعلن فيه ان المنحه دي هتكون لاسم الدكتور عز الدين كامل. والخطوه الثالثه؟ الخطوه الاهم بقى، وان المنحه دي هتكون باسم الدكتور عز الدين كامل وهتتم في مسقط راسه. طيب معلش بس عشان لا اصل في حاجه بس عشان مخنوق عايز نفهم، يعني هو اصل طبعا هو دكتور عز ابن عمي ودولي وكده، بس يعني هو اصله لا عمل اختراع ولا كان زعيم وطني. الله يا عبد القادر، ما قلنا نفهم بقى. مستر عبد القادر لازم يفهم تاني وكويس. يستحسن برضه. الدكتور عز الدين كامل كان راجل عالم كبير ومعروف على مستوى دولي، وكان مهتم بالعلوم السياسيه، والمؤسسه بتاعتنا من اهم مهامها التسامح بين البشر، التقدم والحياه للجميع بالسلام. ماشي يا سيدي وكده واضح. مش تقلل من قيمه الدكتور عز الدين تاني يا عبد القادر. يا عبد القادر الله، الدكتور عز ده برضه ابن عمك يا اخي، يعني يبقى افتخار ليك برضه. ومش بس كده، كون ان المشروع باسم عز الدين الكل هيستفيد منه. تمام شفيق، يظهر ان مارجت شرحت لك الموضوع وكويس قوي. بدايه مش وحشه يا ديفيد. لا ومضحكه برضو يا مستر ويلي. اضحك براحتك يا ديفيد، بس انا عايز نتيجه قبل ما امشي. اذا كان على تحويل المنحه لمشروع بمواصفات رسميه، ده شيء سهل جدا تنفيذه يا ديفيد. انا عايز دلوقتي الاهم، هند. اذا كان على هند امرها هين. لا الكلام ده ما كانش كده في لندن. هند دي هدف مش سهل. المطلوب مننا دلوقتي حاجتين نعملهم في وقت واحد زي ما قلنا، ربط اسم هند بالمشروع اللي باسم جوزها، والورق والديسك والمشروع. الورق والديسك. الورق والديسك ده انا عايز فيه نتيجة باسرع ما يمكن، وعندك اللي هيساعدك. المهم دلوقتي انا عايز اقولك حاجة، بالنسبة للعمدة وللرجالة اللي معاه، حد فيهم حسيت منه انه ممكن يعمل لنا اي قلق باي شكل؟ ما تقلقش كلهم تافهين يا ديفيد. التفاهة الزايدة ساعات بتبقى خطيرة جدا. لا ما تقلقش يا مستر ويلي، هنبقى مسيطرين عليهم بحكم الطمع. وبعدين ما تنساش مارجريت درساهم من بدري كويس قوي، هو الخوف بس من البيج بوس بتاعهم. البيج بوس؟ البيج بوس ده راجل شوي، انا سايبه يعمل اللي هو عايزه، بس هو بياخد تعليماته مني انا من الاول. هو هيجي الليله دي برضه؟ احنا متفقين على اللقاء ده من اخر مره قابلته بره مصر. بيني وبين حضرتك انا بقلق منه شويه. وحد قال لك تسقطه من حسابك يا ديفيد؟ هو هيفضل مخبي نفسه كده لحد امتى؟ لحد ما ندعك الفانوس ونقول اطلع يا عفريت، احنا اللي نحدد له هو يطلع امتى يا ديفيد. طب وافرض بقى تعمد ان هو يظهر نفسه ويحرجنا؟ لا هو اذكى من كده بكتير جدا. الو، جيت في الميعاد. كان لازم تكلميني في الاول. ازاي تروحي برجليك لواحد زي ده انت؟ لقيت عبله مفزوعه بعد ما اكلمها بالسفاله دي، خدت المسدس وجريت عليه زي المجنونه. مسدس؟ واشتريت رصاص وانا ماشيه في السكه. معقوله انت؟ كنت هقتله. ضربت عليه نار؟ ايوه. ما كنتش جريانه بعمل ايه؟ بعدين؟ اللي خلاه ضربها باللوري، ما يتورعش انه يؤذيها مره تانيه. واذا ما اذاهاش هيحطم اعصابها، وهي مش ناقصه كفايه تفكيرها في موت ابوها كده. مش هتخف ابدا يا دكتور احسان. في الاول انا ما كنتش مصدقاها انها سمعت صوت في الجنينه، بس بعدين تاكدت. تاكدت ان كان في حد فعلا؟ بل كنت المكتب كانت مفتوحه والشغالين قافلينها، يعني معناه ان حد حاول يدخل اوضه المكتب او دخل فعلا. قلتي لي الراجل ده اسمه ايه؟ سيد ابو دومه. كنت عامله عليه حمله في الجورنان ايام ما كان نائب. عموما انا خلي مارك هنا معاكي لحد الصبح. الصبح بدري ان شاء الله. ولا اقول لك ثانيه واحده.
يا لطفي، عايزك تتصل بشركة الحراسة اللي بتشتغل معانا في المكتب، خليهم يبعتوا لي 3 سكيورتي هنا على فيلا الدكتور عز. ايوه الليلة، وتكتب عقد الحراسة باسمي. العقد باسمي يا دكتور. باسم الأستاذة هند. وتخليهم كمان يجيبوا معاهم كلب حراسة، يكونوا عندي هنا في ظرف ساعة بالظبط. مع السلامة. في أوضة فاضية في الجنينة جنب أوضة البواب، ممكن يستعملوها. أنا عايزك تنسي حكاية سيدة أبو دومة دي خالص. أنساها إزاي بس يا دكتور؟ مستحيل، ده أنا رافعة عليه قضية. سبق وعرضت عليكي تديني ثقتك ووافقتي. رجعتي في كلامك ولا إيه؟ لا ما رجعتش. زي ما اتفقنا. هتنسي خالص موضوع سيدة أبو دومة ده. أهم شيء دلوقتي عبلة، حالتها النفسية مهمة جدا. عشان النزيف اللي في المادة الزجاجية يخف ويرجع نظرها طبيعي. طيب موضوع تأمين الفيلا هيطمنها، لكن موضوع موت أبوها وإصرار على إنها تعرف الحقيقة ده شيء قلقني جدا يا دكتور. أنا مش عارفة أقول لها إيه. بسيطة؟ مش بسيطة أبدا. لا بسيطة جدا. هنقولها يا ستي زي ما قال الراجل العجوز المخمور إن الحرامية حاولوا يسرقوهم السبب في اللي حصل. بس مش دي الحقيقة يا دكتور. التقرير اللي جالي من المحامي بتاعي هو اللي بيقول الكلام ده. كده احنا بنكذب عليها. انا اللي بكذب مش انتي. ده لو عرفت بعد كده. اهم حاجة دلوقتي حالتها تبقى مستقرة. ده مهم قوي الوضع اللي هي فيه. طب تم جميلك اقول لها انت. انا مش هقدر اقول لها كده. انا مستعد اعمل اي حاجة عشانها. وعشانك انت. يا دكتور انا بنده على حضرتك يا دكتور. انت تاني؟ ممكن اتكلم مع حضرتك شويه؟ انا رايح لناس اعظم شيء في حياتهم انهم ما بيكلموش حد. انا رايح التراب. طب اجي معاك التراب؟ هناك الصمت الجميل وانت عاوز تلد وتعجل وترغي وتسطعني وتقلب مواجعي. هو سؤال واحد وهمشي على طول. ممكن تقابل مرات الدكتور عز؟ عايزها سلمه. عايز تستخدم مراته عشان توصل بخطتك الصحفيه تافه. طبعا لا يا دكتور. تقدر تأجر واحدة تمثل مراته وتكمل بيها المهزلة للآخر وتمسخرني معاك. يا دكتور رشدي، الأستاذة هند مرات الدكتور عز زميلتي في الجورنال، وأنا بنفسي كنت معاها في لندن وبنشوف اتقتل ازاي. طب وبتسألني ليه مادام كنت معاها هناك؟ لأننا اتعرضنا لعملية تمويه مقصودة، وهي بالذات قلبوها عليه. قلبوها عليه؟ ده كده يبقى لازم تخاف على نفسها. روح قول لها طول ما هماش قادرين يوصلوا للي هم عايزينه هيقتلوها زي ما قتلوه، زي ما قتلوا بنتي اللي انا رايح لها الطب. طب وهم مين وعايزين ايه؟ انت مش بتقول انها زميلتك وتهمك؟ روح اصلها وخلاص. يا دكتور رشدي، لا الاستاذه هند تهمك يبقى لازم تساعدني علشان نقدر نحميها. انا ما يهمنيش مراته. مادام طالوه وقتلوه انا بعد بنتي ما يهمنيش حد خالص. ممكن تسيبني بقى؟ يا ست هانا في ايه؟ في ايه؟ حد كان في المكتب كل حاجه مفتحه. مكتب بتوع الأمن كانوا فين؟ ما تنزعجيش للدرجة دي. أنا عايزك تتأكدي إن ما حدش هيقدر يهوب ناحية الفيلا بأي شكل. لا لا سافري وأنت مطمنة، أنا هأمن الفيلا كويس. تصبح على خير. مساء
الورق مش في متناول الايدين زي ما توقعت. ولا كان موجود معاه هنا. امال كنت عايزنا ندور عليه فين بس يا باشا؟ رجالتك هواه. رجالتي احسن رجاله في مصر. الا اذا كنت ناوي سعادتك تستورد لنا كام راجل من لندن. ده انت واخدها هزار بقى. هنتكلم بعدين يا سيد. ماشي يا باشا، لما ناخد اخر بق بقى. دي حكايه مش عايزه هواه. ما تقلقش يا شباب. سيادتك ضمنه؟ تقول ايه؟ انا مش عايز كلام كتير. ماشي يا باشا. استاذن انا ومستني تليفون سعادتك. وما تنساش تتاكد انها هتتنزل لنا على القضيه. سلام يا باشا. سلام يا اخ. حسام بيه، انا محتاج ارجع لندن بسرعه. بس كان المفروض يعني ان انا ابعت. انا هبعت. اطمن خالص من ناحيته. طيب وبخصوص الشغل اللي في ميت ابو كامل؟ هيتم على اكمل وجه وحقك محفوظ. بس انا سمعت ان اللي حصل في الصوان في البلد يعني كان شيء مش ولا بد. اسئلتك بقى كتير يا شام. معلش اعذرني يا حسام بيه، انا عامل زي ما يكون عايش في كابوس. كابوس؟ طبعا. بيع عز الدين ما كانش سهل عليا. ليه يا ترى؟ ايه الصعوبه؟ عشرة عمر. الكلام ده كان ممكن يكون ليه معنى في يوم من الايام، لكن دلوقتي خلاص الزمن اتغير. مبقاش في معنى لعشرة العمر ولا علاقة الدم ولا حتى الانتماء لهنا او هناك. كل ليلة دهس تحت رجلين الخيل، خيل الزمن الجديد اللي جاي من هناك. للدرجة دي؟ ومع ذلك يا اخي لسه جوايا حاجة مش عايزة تموت رغم موت كل الأشياء. حاجة؟ حاجة زي إيه؟ هند؟ أوعى تطلع تاني. أنا آسف شوي، معلش. لا أبداً ولا يهمك. أنا مضطر أمشي دلوقتي. أوكي. عموماً هبقى أفوت عليك بعد ما أحجز. يلا بينا. إن كلام دكتور حمدان عن ذلك نعتبره مدخلاً للمشروع الذي بذلنا فيه الجهد ليتحقق التحول التاريخي والتحرر الحقيقي في العصر المخيف. مشروع يعمل تحول تاريخي. وفين؟ في الصحراء النوبارية وشرق الدلتا. مفيش اي توضيح خالص. كل اللي موجود اسمين جوه جملة كده غريبة. أحمد خلاف وصفوة منير، كان يجب أن يكون مثلي من مريدي شيخنا النادي. وهبا نفسيهما للحق والحقيقة، ثم تبدت لنا الرؤية المباركة من أجل مستقبل هذا البلد الفريد الذي يقاوم دوما كل عوامل الفناء. حاجة تحير. مين أحمد خلاف؟ ومين صفوة منير؟ وإيه علاقتهم بالشيخ النادي والرؤية المباركة لمصر؟ ده ما ذكرش الدكتور رشدي، كان مفروض يذكره. يكون شو هو اللي معذر؟ حاولت أن أوضح لك حقيقة ما يجري من حولك وكيف جرى التآمر. رأس مدبر لم نعرفه إلا متأخراً. إحسان كامل. احذريه هو وعبد القادر حتى أتمكن من الوصول إلى الأوراق ودور كل واحد فيهم بما فيهم شوقي أبو حجر. لو نجحت سأرسلها إلى مكتبك بالصحيفة لنشرها على الملأ. أنا الآن خارج اللعبة. أمري لله. خير فيه؟ هيبان. ظهر الحالة جديدة؟ كل شيء يتوقف على الله. وضحي لي، أنا مش فاهم حالة. ألو، ممكن أكلم سيادة الوزير؟ هند علم. ده بخصوص المرحوم؟ بخصوص كل حاجة.
الو ايوه فندم، انا هند علام، معايا اوراق مهمه جدا عايزه حضرتك تشوفها. ايوه فندم. طيب حاضر حاضر، انا جايه لحضرتك على طول. شكرا. مش وقت بخالف، انا مستعجله. ثانيه واحده استنى، من العربيه تخلص اوي. خلاص خلاص. سلام يا ست هاني. مضلم البيت ليه كده يا سالم؟ افتح النور. حاضر يا هاني. مسعد هات الشنط من العربيه. الو ازيك؟ ياه انا مين؟ اوام نسيت صوتي؟ هند مش ممكن. كويس انك قدرت تفتكر. ياه ما غبتش عن بالك لحظة. لا ابدا دي اشاعة، ما كنتش مختفية ولا حاجة، انا كنت بستجم. هتيجي دلوقتي حالا؟ طبعا اجي، ده انا ما صدقت انك ظهرتي. انا سبتك في المستشفى بعد ما اطمنت عليكي، وبعدين لسه واخد خبر انك اختفيتي. هو انت فين دلوقتي؟ في فيينا. لا انا رجعت الفيلا، وهرجع الجورنان تاني، وهرجع لحياتي. بس انا عايزك بقى ترجع مصر. بجد؟ اصل انا بحس بالامان وانت جنبي. فعلا انا اتغيرت قوي بعد ما شفت الموت بعيني وعشت الرعب وفقدت الثقه بالناس كلها. انا ممكن اكون عندك بعد 3 ساعات من دلوقتي. ياه بعد 3 ساعات؟ انت جاي بقى في طياره خاصه؟ ما يغلاش عليكي اي حاجه. طب خلاص خلص اللي وراك وتعالى، انا مستنياك. اول ما توصل اتصل بيا. توصل بألف سلامة. يا ترى صدقك ولا حست التعبان كانت عنده اقوى؟ استنيني هفوت عليك، عندنا مشوار مهم لمكتب النائب العام. انا عايز اصلي اخلص من حكايه العي دي نهائي. ما ينفعش يتاجل يا هند، استنيني هاجي لك قدام الجورنال. مع السلامه. لاف ستوري. مجيدة خلصي الورق اللي معاكي وتعالي. رجع الخرائط مكانها يا ديفيد. كأنك انت اللي جايبها يا دكتور. الخرائط السرية للآثار دي دفعنا فيها كتير. ده جهد بعثات من أول القرن اللي فات. دي زي البترول. عارف يا دكتور؟ بلدكم دي فيها مخزون هائل. إحنا بس اللي نعرفه. إنتوا ما تعرفوهوش. الآثار عندنا عم شرابي سبق. عم شرابي ده يبقى ابو العائل، كان بيدور ويفحت وبعدين يطلع الاثار ويردم عليها مره تانيه. عملها خرايط عشان يسرقها براحته على مراحل. بس دي خرايط في غايه الاهميه، مكانها مش هنا، المفروض تحط في خزنه في مكان امين. دي مسؤوليتي، ما احبش حد يواجهني. تحت امرك يا فندم.
التورته دي تتنفس باسرع ما يمكن وعلى اعلى مستوى. عربيه المحل تجي لي قدام الجريده في خلال ساعه. اوكي فهمنا. للدرجه دي؟ كل شيء مكتوب عندك وبمنتهى الدقه. لا لا، انا مش بتكلم عن الخرايط، انا بتكلم عن حرم المرحوم. لهجتك مش عجباني، كلامك غريب شويه. الغريب يا دكتور هو تحولك ناحيه مسز عز. فيه اللي ما تعرفوش، قصه حب نشات فجاه. لا، حسابات قديمه. الهدف اللي كان يخصكم بالنسبه لهند كان يخصني، غير كده ملكوش اي دخل بالمسائل الشخصيه اللي بيني وبينها، دي مسائل خاصه جدا. تبقى غلطان يا دكتور، تبقى غلطان لو افتكرت ان خطر هند خلاص زال، لان ملف الدكتور عز لسه ما اتقفلش. هند خلاص بقت في قبضتي، حتى علاقتها بالماضي ابتدت تنتهي، وكلامها عن الوطن والانتماء والحاجات دي. شوف، ما بحبش حد يشكك في كلامي. وفين الورق بتاع عز؟ احنا مش خلصنا من الحكايه دي ولا ايه؟ اتاكدت ان ما عندهاش حاجه غير اللي قالته. خلينا بقى في المهم. الامور اتجمدت بعد حادثه القتل اللي حصلت في البلد، وانا اضطريت اني ابهدل عبد القادر شويه واتخلص من الربش اللي معاه من امثال العايق. مستر انماس الشفيق يا دكتور. وصلوا مصر امتى؟ بالليل. يعني عارف وساكت. انت هتفضل سايبهم واقفين بره كده ولا ايه؟ خليهم يتفضلوا. الحمد لله على السلامة يا مارجريت. الله يسلمك. ازيك يا شفيق؟ أهلا يا دكتور. يلا بقى نقعد ونتكلم براحتنا. هو ده يا حضرات المشروع اللي المسؤولين هنا دفنوه لما عرضناه عليهم، والخواجات لما سمعوا بيه قرروا يدفنونا. وقتلوا عز. زي ما مات صفية قبله. صفية؟ كانوا ثلاثة. صفوت تخصص هندسة وراثية، وعز وصفي علماء في الفيزياء النووية، والتلاتة بيشكلوا النتيجة النهائية للمشروع. مشروع مذهل ده، ممكن يعمل انقلاب في حياة مصر، تحول ما حصلش من آلاف السنين. يا هند، ده ممكن يخلي مصر قوة مخيفة، من شريط ضيق مخنوق وحواليه الناس مخنوقة لمساحات شاسعة من الخضرة. معقول احنا ممكن نزرع الصحراء دي كلها؟ امال بهزر يا بابا. نعم، ده مشروع علمي حقيقي، بس كان متوقف على التجارب. وعودة البرنامج النووي المصري للحياة. عرفتوا ليه المشروع أفزعهم؟ علشان كده قتل الدكتور عز وبنت حضرتك. أيوه، وصفي مات في ظروف غامضة وهو طالع رحلة صيد في البحر الأحمر. طب هو المشروع تفتكر فين حضرتك دلوقتي؟ على فكرة المشروع ما كانش مع عز. معقولة؟ لو كان مع عز هناك كانوا لقوه، ولو كان هنا كنت انا لقيته. الجورنان ده هو جورناني النهارده قبل امبارح، انا محتاجاه له يا منعم بيه. امال ايه اللي انا سمعته ده؟ ما تسمعش غير مني انا بس. واحسان بيه؟ كانك ما سمعتوش. اسمع للي هند هتقوله يا منعم بيه، ولو كلمك ما تقولوش اي حاجه. لا ستوب بقى، ما هو انا كمان لازم افهم، احسن يكون كذاب كمان في موضوع الاعلانات اللي قال لي عليها دي. همين عم بيه، القضية أخطر من كده بكتير. أنا دلوقتي بخاطب فيك ضميرك المهني وضميرك الوطني كمان. الله 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 الله، هي وصلت للوطنية كمان يا هند؟ فاضل بقى تقولي لي الأمن القومي. ممكن برضه همين عم بيه. لا أفهم بقى، هو موضوع المرحوم اتفتح تاني ولا إيه؟ على باب واسع، ودي هتكون قضيتي اللي هفجرها في الجورنان المرحلة الجاية. هو انتي عرفتي حاجة جديدة عن ظروف الحادث ولا ايه؟ ايوة، بس انا مش هتكلم عن قضية موته، انا هتكلم عن قضية ما اختلفش عليها اتنين، قضية تخلفنا العلمي. لا اتكلمي بقى زي ما انت عايزة، ما الدكتور زوير اتكلم وغيره اتكلم واتكلم، اتكلمي زي ما انت عايزة. ايوة، بس من انهي زاوية؟ ده المهم. احنا محاصرين يا منعم بيه عن عمد. نظرية المؤامرة. بس انا مش هتكلم على الحصار من بره، بس انا هتكلم على الحصار من هنا. من هنا يبقى دخلنا في المشاكل. في ناس بتقاوم التقدم، وفي ناس بتطفش علمائنا وبتحبطهم، ولما واحد يفلت من بين ايديهم هناك يهللوا له هم. زي الدكتور زويل. عارفين الكلام اللي بتقولوه انتوا الاتنين ده بيخبط في مؤسسات ومسؤولين كتير قوي. ما هو لازم يخبط عشان تبقى في قضية يا أستاذ.
هو انت مش مسلم ان في قضيه حقيقي ولا انا بخترعها؟ مسلم يا استاذه مسلم، وهو فيه والله العظيم ثلاثة فيه، بس بقى من غير نرفزه. خلاص يبقى لازم نقول، ومش هنقول كلام نظري، احنا هنتكلم عن نماذج حقيقيه وهنقول اللي جرالها. واحنا لسه هنتكلم ولسه هنقول؟ استر يا رب استر يا رب. طب ده بالنسبه للداخل، فاضل حاجه تانية؟ هما ياخدوا علمائنا عشان يحققوا بيهم نتائج عظيمه، لكن احنا ممنوع علينا نتخطى العلامه الحمراء عشان ما يبقاش راسنا براسهم. احنا لازم نغير مناهج التعليم اللي ساعدت الارهاب على ضرب البرجين. احنا عايزين ديمقراطيه حقيقيه، عايزين تقدم حقيقي. الله 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 الله، ده ايه الفصاحه دي كلها يا استاذه؟ ده انت خلاص دخلتي في السياسه الدوليه وفي امريكا وفي اسرائيل، لكن دي مش سكتك يا استاذه. احنا عندنا هنا قسم سياسي في الجورنال. محدش في القسم السياسي ماتله عزيز، لكن انا جوزي اتقتل وهم اللي ورا قتله، وانا هفضل وراهم لان هم بقوا قضيتي، وانا خلاص حطيت ايدي عليهم. مين هم دول يا استاذ؟ انا جوايا نار لكن مش قادره اتكلم، متكتفه لان اسلحتي ضعيفه. مش عايز نكتب؟ انت حر، انا مش هغلب، هكتب في مكان تاني لحد ما اوصل للي انا عايزاه. واضح يا استاذ منعم؟ لا 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 يا هند، لا ما تقلبيش عليا بالشكل ده، اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. وبعدين انا منعك من الكتابه؟ ما تنطق يا ابني خرست ليه؟ انا اقدر امنعها من الكتابه؟ يا منعم بيه، هي فعلا ما تقدرش تكتب ده، لكن ده يا هند لانك ما تقدريش تكشفي نفسك قصادهم. من فضلك سيبي الموضوع ده عليا انا، وبعدين في الاخر ده جهد مشترك انا وانت وانيسه واي حد من الزملاء. مش ده الحل، لا انا ولا خالد هنكتب. انا فعلا ما اقدرش احط اسمي على اي كلمه. امال مين اللي هيكتب بقى؟ اقول لكم انا هضحي بنفسي واكتب، وعلى الاقل تبقوا خلصتوا مني. احمد التبعي هو اللي هيكتب. مين؟ مين احمد التبعي ده؟ تعرف يا ابني حد اسمه احمد التبعي؟ انا عمري ما سمعت عن احمد التبعي ده في الاوساط الصحفيه. انا كل اللي اعرفه الاستاذ محمد التبعي، الكاتب الكبير بتاعنا بتاع زمان. ده اسمه مستعار هنستخدمه وهنشتغل من وراه كلنا، انا وخالد وانيسه وبعض الزملاء هنستعين بيها من الاقسام التانيه. ازاي سمحت له يدخل؟ لاخر مره بسالك مين حضرتك؟ ما هو يا ترد يا تمشي. ممكن تهدي شويه؟ اطلب له البوليس يا سالم. ايه ايه في ايه؟ مالك؟ مين حضرتك؟ اتفضلي يا ماما، الاخ دخل عشان بس سالم سمح له يدخل من غير ما نعرف هو مين اصلا. للدرجه دي شكلي مريب؟ ايه شكلي حرامي مثلا؟ مين حضرتك؟ اتفضلي يا فندم. طب مش كان المفروض حضرتك تتصل بالتليفون الاول قبل ما تيجي؟ حطينا احتمالات ان يكون في اجهزه تصنت على تليفونات الفيلا. طب كنت تكلمني على الموبايل. انا فضلت اجيب نفسي. مين الاستاذ يا ماما؟ النقيب عصام الداخليه. وعشان حضرتك ظابط تقوم تيجي ترعبنا كده؟ المفروض مهمتي عكس كده تماما يا انس عبله. وكمان عارف اسمها؟ ممكن نتكلم كلمتين في المكتب بعد اذنك؟ اتفضل. اتفضلي. اسف لازعجك. الحقيقه يا هانم انا مكلف من فتره طويله، من قبل اتصال معالي الوزير عمر. مكلف بايه بالظبط؟ بمتابعه القضيه، من اول قضيه مقتل الدكتور عز في لندن لحد المؤسسه واللي وراها. وحضرت احداث لندن؟ كنت هناك بعد الحادثه. حضرتك متابع اللي انا فيه لحد دلوقتي؟ الحقيقه هانم ما كناش عاوزين نتصل بيكي الا في الوقت المناسب، لحد ما لقيناكي في مرمى الخطر مباشره. انا وبنتي طبعا. ايوه، والمساله دي مش سهله، ومعالي الوزير عارف بكده، لان فيها شخصيات كبيره قوي، وللأسف بيحكمها بروتوكولات ومؤسسات تحت شعارات مضللة، وإحنا مهمتنا على الأقل نثبت إن هي مضللة، والمسؤولين لسه ما يعرفوش، لأنهم لسه بيدعموا المؤسسة دي وبيدعموا إحسان كامل. شوف بقى، أنا مش هسألك عن محاولة قتلي وقتل بنتي، بس أنا مش هقبل أي حوار قبل ما تقولي مين اللي قتل الدكتور عز. يا هانم أنا جاي علشان أتعاون بهدوء، زي ما حضرتك بتحاولي تعملي مع إحسان كامل، أرجوكي إهدي. أوكي. تشرب إيه بقى؟ تقصد
الورق في بيتنا القديم؟ المشروع سايبه هناك؟ صحيتني وقالت لي رايحه البلد. امال ما قالتليش ليه؟ كانت مستعجله. مسعد مستني عند العربيه. قلبت البيت كله، مفيش اثر لورق عز. كان يقصد ايه بكلامه للدكتور رشدي؟ كان يقصد ايه يا ابويا؟ ولا كان يمكن يقصد جدي النادي مش ابويا؟ طب ما هو كان نفس البيت نفسه. طرف عبله قلت اكيد الاستاذ سامح مش كده؟ تمام كده يا دكتور، المهندس سامح. ولو اني متوتر شويه. لا لا، متوتر من ايه يا راجل؟ اقعد. لما عبله قالت لي ان حضرتك عاوز تشوفني بصراحه توترت، لان انا عارف ان والدتها مش موافقه، وانا قلت بيني وبين نفسي كده العمليه مش مستاهله اكتر من جهه معارضه. لا ما تقلقش، خير ان شاء الله. في الحقيقه انا بثق تماما في تفكير عبلة رغم صغر سنها، بس احب دايما اطمن بنفسي. ايوه مجيد. هو ولا مدير مكتبه؟ طيب حولي لي الخط. اهلا بيك، منور. اهلا بيك. مع الوزير. طبعا طبعا، تحت امرك. لا يا فندم، سعادتك تعتبر الموضوع منتهي. متشكر جدا، مع السلامه. قدم لي بقى نفسك يا باشمهندس. مين كان يتصور في اي مرحله من تاريخ مصر اننا نمد ايدينا ونشتري قمح من بره؟ مين كان يتصور اننا نستورد 75% من اكلنا؟ هو ده اللي انا كتبته بالظبط في المقال بتاعي ده. الحقيقه احنا يوم ما فكرنا في المشروع بتاعنا ما كانتش المشكله وصلت للحد ده. احنا كان هدفنا الصحراء الواسعه اللي حوالينا، ثوره في الزراعه تمد مصر بالقوه وتنصرنا على اللي عايزيننا متخلفين. ادخل. صباح الخير. صباح النور. تعالوا تعالوا، مفاجأة هايلة. ايه بقى المفاجأة اللي تم استدعائنا على وجه السرعة عشانها؟ دكتور صفوت منير. دوختنا عليك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. خالد وأنيسة، انشط اتنين محررين عندي في الجريدة. طبعا معاكي في الحملة الصحفية. طبعا. امال احنا جايين على الصبح كده ليه؟ الحملة دي هتبقى مهمة جدا، ومشروعك هيبقى محتاجها لما نيجي نعلن عنه. البرنامج النووي المصري مش هيفيد بس في الزراعة، ده هيفيد في مشاريع تانية زي الصناعة والطب وغيرها. على كده المشروع مع حضرتك؟ لا، مع مدام كاميليا. كاميليا؟ طب ومستنيين ايه؟ مستنيينها لما ترجع من العمر. على فكرة هي كلمتني قبل ما تسافر. طب يا رب ما تغيبش بقى. على العموم احنا عندنا اللي نعمله لحد ما توصل.
الدكتور صفوت هيشترك معانا في الحمله. على المشروع؟ لا طبعا، الدكتور صفوت هدف زي ما الدكتور رشدي قال، ولو شموا خبر كاميليا نفسها هتبقى في خطر، وكلنا طبعا. ربنا يطمنك يا خالد. هو فعلا المؤسسات دي في غايه الخطوره، بيتخفوا تحت مسميات وشعارات انسانيه وحقوقيه، هما في الحقيقة شوية عصابات بيتمولوا كويس وبيصرفوا كويس. لهم حق يدوروا عليك ويغتالوك زي ما قال الدكتور رشدي. تصوري أنا رحت أبعد مكان في الدنيا، رحت أستراليا، ورغم ذلك لسه خايف على مراتي وابني وخايف على نفسي. بس أنتوا رجعتوا له روح المقاومة، روح المقاومة اللي كانت عند المرحوم عز الله يرحمه. دكتور صفوت مقدم بلاغ بيأكد فيه على اغتيال عز بمؤامرة متعمدة. الحقيقة التآمر شغال من يوم ما شموا خبر عن المشروع. هبعت بلاغ رسمي للوزير سعيد عمر وصورة منه للضابط عصام اللي متابع القضية. المهم ان احنا نستمر للآخر. احنا بنسابق الزمن، بس على الله هم ما يسبقونيش، لأن نفوذهم أقوى وراجلهم مسنود. دكتور إحسان؟ بص يا خالد، خد الدكتور صفوت وديه عند الدكتور رشدي، وبعدين هننقل الدكتور رشدي على العنوان ده. اشمعنى؟ هفهمك بعدين. وانتي أنيسة خدي المقالة دي سلميها عشان تتجمع الليلة دي. باسم دكتور صفوت منير؟ لا، باسم أحمد التبعي. مين أحمد التبعي ده؟ احنا كلنا. في رجل غريبة عندنا، حد مزوق علينا من الأجهزة الأمنية. نو واي. ده أكيد. عايز أعرف إيه الحكاية بالظبط. ألو. مين معايا؟ اهلا اهلا يا استاذ احمد. ده ايه المواضيع الهايله اللي في الجريده دي؟ طبعا طبعا. انت فين دلوقتي؟ لا، سلامه الوالده الف سلامه. يا ريت اول ما توصل من السفر تتصل بيا. خلاص، في انتظارك، مع السلامه. المغفل ديفيد بيقول لي يشوف من في الجريده قريب منك. انت خلاص خلعت عز وكل حكاياته من جواها. خد رجالتك وتحرك دلوقتي. احسان خلاص ظهرت حقيقته، خصوصا بعد اللي قاله الدكتور سعيد عن اتصالاته بالمسؤولين والموافقات الكتيره اللي بياخدها عشان مؤسسته. طب شوف يا هند، انا عايزك ترسمي لي صوره كامله لكل اللي انت شايفاه، وتكتبي الكلام ده في مذكره